طبعا اروح لندى. طب قولي لي انت المدرجات بالنسبه لك ايه؟ يعني دي وصفة المدرجات يعني ما شاء الله. لا فعلا هي فعلا يعني احساس تاني وحاجه تانية، ما بتحسش بالتنطيط طول 90 دقيقه، ما فيش تعب، ما فيش اللي هو فرهاد، انت بتقعد تشجع و... طب انتوا كبنات ما بتلاقوش صعوبه في الموضوع ده؟ لا خالص. ولا دلوقتي الموضوع لا متقبل؟ لا دلوقتي يعني الموضوع فعلا تحس الموضوع عادي، يعني الموضوع مش اللي هو اتكسف، لا بالعكس انا بروح مثلا هناك اللي هو ايه، بحس ان انا ولد بقى داخله، مش عارف تذكره، مش عارف ايه اللي هو كده، الشنطه يعني بقعد اتنطط واهتف واعمل، ولو في فرصه ضاعت وازعق واعمل، فحتى يعني هم في البيت مستغربين اللي هو ازاي يعني. انت بتقولي في المدرج كان والدتك بتبقى معاك، طب ازاي والدتك اهلاويه وقاعده معاك في وسط مدرجات الزمالكاويه؟ لا يعني هي كانت قاعده معايا اللي هو ايه، هي دي حاجه يعني، هو اصلا يعني بابا اصلا كان رافض ان انا يعني اروح تروح واعمل المدرج. فقلت له، قال لي ايه، لو ماما هتروح معاكي ماشي، انت بقى اتفاجئ ان طبعا انا جبت التيكت اصلا ورحت وكده. يعني ما بس اتكلمش ما ماما اتكلمش. بالنسبه لك يعني ايه معاك انا في اي لا حته؟ هي ماما معايا بصراحة، هي عارفة ان انا يعني الحاجة الوحيدة فعلا اللي بتسعدني، يعني بيبقى على حسب المود بقى، الزمالك كسب انا مبسوطة طب جدا. كلميني بقى عن شعور ماما وهي قاعدة في المدرج الزملكاوي وهي أهلاوية. لا هي ماما كانت قاعدة اللي هو ايه بقى، قاعدة طبعا انا عمالة اهتف بقى واتنطط واصحابي كده، وماما طبعا قاعدة عاملة كده اللي هو يعني ما فيش بس خالص هي اللي مش هو، أكيد بتبقى مبسوطة بالأجواء اللي هي موجودة. مبسوطة وما يعني مش اللي هي بتروح استادات وحاجات زي كده، فهي كانت أول مرة تخش استاد كانت معايا في برج العرب، فهي بالنسبة لها كان، ده برج العرب الكونفدرالية ولا كان ماتشات تانية؟ لا كان ماتشات تانية، طب ما لسه هنتكلم عن الماتشات كان أصلا. لا الكونفدرالية دي رحتها لوحدي في رمضان بقى، وكنت لوحدي خالص ده لسه يعني. ليها قصة لوحديها دي، لأن أنا دايما بس لما بستضيف جمهور الزمالك بالنسبة له البطولة دي يعني دي حاجة عشان تانية بصراحة، أجواء تانية خالص يعني.